صباح الخير طلابي الأعزاء في الصف السادس الأساسي، نلتقي اليوم لنشرح درسا جديدا من دروس قواعد اللغة العربية وهو الفعل المضارع المجزوم. تذكر عزيزي الطالب، الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، مثال يفرح، ألعب، تنفع، ونرسم. وينقسم الفعل إلى فعل صحيح وفعل معتل. الفعل الصحيح يبدأ، وأصل الفعل بدأ، صحيح مهموز. يلملم، وأصل الفعل لملم، صحيح مضعف. ينجح، وأصل الفعل نجح، صحيح سالم. الفعل المعتل يقف، وأصل الفعل وقف، معتل مثال. يصوم، وأصل الفعل صام، معتل أجوف. يسعى، وأصل الفعل سعى، معتل ناقص. متى يجزم الفعل المضارع؟ يجزم الفعل المضارع إذا سبق بحرف من أحرف الجزم، وأحرف الجزم هي لم، لما، لام الأمر، ولا الناهية. نلاحظ هذه الجمل: لم يهمل سمير عمله، لما يرجع أبي، لنعمل من أجل الوطن، لا تكذب. دل على الأفعال المضارعة الواردة في الجمل: يهمل، يرجع، نعمل، تكذب. هل تنتهي بأحرف صحيحة أم معتلة؟ إنها تنتهي بأحرف صحيحة. إذن ما الأحرف التي سبقت هذه الأفعال؟ إنها أحرف الجزم، وهي تجزم الفعل المضارع الذي يأتي بعدها. ما الحركة التي تظهر على أواخر هذه الأفعال إذن؟ إنها السكون. أستنتج علامة جزم الفعل المضارع السكون إذا كان صحيح الآخر. نلاحظ الأفعال المضارعة الواردة في المجموعة الأولى: الطفل يدنو من اللعب، يرى الألعاب المختلفة، يمشي الطفل في الظلام. بأي حرف ينتهي كل من الأفعال يدنو، يرى، يمشي؟ ما نوع هذه الأحرف؟ الواو، الألف، الياء. أهي أحرف صحيحة أم معتلة؟ إنها أحرف العلة. وبما سبقت هذه الأفعال في المجموعة الثانية لنرى: لم يدنو من اللعب، لم يرى الألعاب المختلفة، لم يمشي الطفل في الظلام. إنها سبقت بأحرف الجزم. لنقارن بين أفعال المجموعتين: في المجموعة الأولى يدنو، وفي المجموعة الثانية لم يدنو. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لم، حذفت الواو، والواو يعوض عنها بضمة. في المجموعة الأولى يرى، وفي المجموعة الثانية لم يرى. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لم، حذفت الألف، والألف يعوض عنها بفتحة. في المجموعة الأولى يمشي، وفي المجموعة الثانية لم يمشي. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لم، حذفت الياء، والياء يعوض عنها بكسرة. أستنتج علامة جزم الفعل المضارع حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. لاحظ الجمل التالية: البائع والشرطي يقتربان من الأم. أنتم تدعون الله أن يزيل الغمة، أنت تتصدقين على الفقراء. دل على الأفعال المضارعة الواردة في المجموعة الأولى: يقتربان، تدعون، تتصدقين. ما نوعها؟ إنها من الأفعال الخمسة. تذكر عزيز الطالب، الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة اتصلت بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وعلامة رفعها ثبوت النون. انظر عزيز الطالب إلى المجموعة الثانية: البائع والشرطي لم يقتربا من الأم لتدعو الله أن يزيل الغمة.
لتتصدقي على الفقراء. بما سبق كل فعل مضارع في هذه المجموعة؟ إنه سبق بحرف الجزم. إذن ما الحرف الذي حذف من آخر كل فعل؟ إنه حرف النون، والسبب في ذلك أنه من الأفعال الخمسة. لنقارن بين أفعال المجموعتين، في المجموعة الأولى يقتربان، وفي المجموعة الثانية لم يقتربا. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لم، حذفت النون. في المجموعة الأولى تدعون، وفي المجموعة الثانية لتدعو. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لام الأمر، حذفت النون. في المجموعة الأولى تتصدقين، وفي المجموعة الثانية لتتصدقي. عندما سبق الفعل المضارع بحرف الجزم لام الأمر، حذفت النون. وعند الإعراب نقول فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أتذكر، علامة جزم الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر هي السكون، مثال يلعب، لم يلعب. وعلامة جزم الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر هي حذف حرف العلة من آخره، مثال يدعو، لم يدعو. وعلامة جزم الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة هي حذف النون من آخره، مثال تلعبون، لا تلعبوا.